السلام والتحية على أصدقاء ابن زيتون المحترمين وأحداث جديدة من أحداث شهر رمضان الكريم. يوم 7 رمضان والأحداث اللي حصلت فيه. يوم 7 رمضان وبالتحديد سنة 224 هجرياً توفى الخليفة إبراهيم بن المهدي العباسي، وهو أخو الخليفة هارون الرشيد وعم الخليفة المأمون. اللي حصل بقى إن الخليفة المأمون بدل ما يعين ولي على العراق من العباسيين راح معين عليهم ولي من العلويين، وهو علي بن موسى الرضا. فراحوا العباسيين ساعتها مبايعين إبراهيم المهدي علشان يكون هو ولي عليهم. ولما توفى علي الرضا دخل الخليفة المأمون للعراق واسترد الخلافة مرة تانية أو الولاية مرة تانية من إبراهيم المهدي وعفى عنه. ويلا أقولك إيه اللي حصل كمان يوم 7 رمضان. يوم 7 رمضان وبالتحديد سنة 361 هجرياً تم افتتاح الجامع الأزهر على إيد جوهر الصقلي وإقامة أول صلاة فيه. وجوهر الصقلي بقى غزا مصر بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وانتزع مصر من الأخشديين، وراح جوهر الصقلي مؤسس القاهرة علشان تكون عاصمة للدولة الفاطمية. وبعد ما أسس القاهرة راح باني الأزهر الشريف عشان يكون هو المسجد الرسمي للدولة الفاطمية، واستغرق بنى الأزهر سنتين كاملين. وحصل إيه كمان يوم 7 رمضان؟ يوم 7 رمضان وبالتحديد سنة 362 هجرياً يعني بعد افتتاح الأزهر الشريف بسنة بالضبط، أعلن المعز لدين الله الفاطمي إن القاهرة هي عاصمة للخلافة الفاطمية بعد ما كانت العاصمة هي مدينة المهدية في تونس. وإيه كمان حصل يوم 7 رمضان؟ يوم 7 رمضان بقى وبالتحديد سنة 1299 هجرية تم عزل الخديوي توفيق من حكم مصر. للأسف إن الخديوي توفيق كان منحاز لسياسات الاحتلال البريطاني لمصر، وعزل أحمد عرابي علشان بيقاوم الاحتلال البريطاني. فاجتمعت بقى الجمعية العمومية المصرية وعملوا استفتاء وراحوا عازلينه هو شخصيا. يلا بالسلامة. طب وحصل إيه كمان يوم 7 رمضان؟ يوم 7 رمضان وبالتحديد سنة 1364 هجريا أو 1945 ميلاديا، أحب أبشركم أيها المتابعين الكرام إن دي كانت أول مرة الشعب الياباني يسمع فيها صوت الإمبراطور بتاعه. والإمبراطور الياباني ده بقى كان اسمه هيروهيتو، وطلع على الراديو علشان يبلغ الشعب الياباني باستسلام اليابان لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وبلغهم كمان إن اليابان قبلت كل شروط قوات الحلفاء. وبعدها بقى اتقسمت كل الجزر المحيطة باليابان. الاتحاد السوفيتي أخذ كوريا الشمالية، وأمريكا أخذت كوريا الجنوبية، والصين أخذت تايوان. يا ريتك يا أخي كنت فضلت ساكت ولا سمعوا صوتك. وتعالوا بقى أقول لكم إيه كمان حصل يوم 7 رمضان. يوم 7 رمضان وبالتحديد سنة 1984 ميلاديا توفى رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد فؤاد محيي الدين، وهو كان رئيس وزراء مصر في الفترة من سنة 1980 لغاية شهر يونيو 1984، وتوفى في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. وقبل بقى ما يتعين رئيس وزراء لمصر في عهد حسني مبارك مسك وزارات كتير في عهد الرئيس السادات، زي وزارة الشباب ووزارة الدولة للإدارة المحلية، وبعد كده مسك وزارة الإعلام ثم رئيس وزراء مصر في عهد مبارك. وبصراحة لفت نظري حاجة مهمة قوي، بالرغم ان دراسته الأساسية كانت الطب، وبعد ما خلص طب السياسة واقتصاد، إلا إنه لا مسك وزارة الصحة ولا مسك وزارة الخارجية مثلا. مش عارف بصراحة أنا صح ولا لأ، بس المهم إن دي كانت بعض الأحداث اللي حصلت في يوم 7 رمضان. وفي النهاية حابب أقول لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا، وينعاد عليكم بالخير والسعادة. وسلام وتحية، واستنوا الحكاية الجاية.